نتيجة أطلع بنتيجة جيدة، مش معنى إن أنا ثلاثة عاوز أكسبه بس، فهو تعامل مع المباراة وفي نفس الوقت كان ممكن ينزل شوية، لكن ما كنتش هنزله بدري عن كده خالص. يعني في نفس الوقت أنا بقول لك إحنا تفكيرنا الروتيشن اتعمل النهاردة روتيشن، يعني النهاردة أنا مريح السولية ومريح مؤمن وفي روتيشن، وفي نفس الوقت الروتيشن مش على حساب إن أنا تعتقد إن أنا بريح لعيبة، لأن تملي كلمة لعيبة أساسي دي ما عنديش لعيب أساسي، لكن كل المجموعة اللي موجودة مستعدة إن أنا أستخدمها. المنافسة بينهم يعني بقول صعبة جدا، بل بالعكس يعني في المحاضرة النهاردة أنا أكدت إن في ناس اللي خارج القايمة اللي اتمرنوا النهاردة الصبح يعني قريبين جدا من الناس اللي بتلعب زيهم بالظبط، لكن هو عدد إحنا مرتبطين بيه، لكن في روتيشن حصل النهاردة، وزي ما انا بقول بيبقى الروتيشن لمصلحه الفرقه وفي نفس الوقت لمصلحه اللاعب اذا قدر طبعا برضه يعني يبقى موفق في الفرصه اللي بياخدها ويظهر. لكن كلهم انت بتشوف يعني لو اتكلمت على الشيخ واتكلمت على مؤمن واتكلمت على وليد واتكلمت على باكا واتكلمت وجاي كلهم قريبين من بعض، بيبقى في حيره يعني، لكن احنا بنتعامل مع المباريات والحمد لله في توفيق الحمد لله. الله يبارك فيك. يمكن بدنيا افضل كتير من مواسم بتكسب اللعيبه بتأدي ماتشات مؤجله وماتشات حاليه وبدنيا الفرقه كلها رفع رجليها. هل الفتره اللي جايه حضرتك بتقدر زي ما زميلي انت هتعمل روتيشن بين اللعيبه اللي هي ما بتلعبش او اللعيبه اللي بتأدي بشكل اساسي؟ وبالنسبه للسؤال الثاني دلوقتي اللعيبه الاداء النهارده حضرتك اخترت في القايمه ما كان في رؤس وليد ازار واحمد ياسر ريان، هل تفكير حضرتك كان منعكس على ان انت هتلعب قدام بشكل زي هو دفاعي شويه ان انت عايز تكسب سكور واحد او اتنين بس، ولا كنت بتفكر في اكتر من كده؟ الخروج عماد متعب من التايمر والناس لا مش عاوزين نتكلم، احنا بنتكلم في المباراه بس. الخروج ده انا حاجات الحسابات بتاعتي عمري ما هقولها لحد، يعني عمري ما هقولها لحد الحسابات بتاعتي، والحسابات كلها مصلحه الفرقه. وخلي بالك موضوع الروتيشن ده مش يعني عشان ما نقعدش نتكلم في موضوع الروتيشن ده لمصلحه الفرقه، يعني مش مجرد ان انا عاوز اعمل روتيشن، انا عاوز اكسب، واللعيب اللي موجود عندي المفروض يكون احنا عندنا طبعا برنامج في التدريب. اكمل بس والاستشفاء اللي بيحصل بيخلي كل اللعيبه قادره، لكن هو المنطق بيقول لك اما بيبقى فيه لعيبه متقاربه في المستوى قريبين من المستوى، زي ما قلت لك انا ذكرت لك اسماء في المركز اللي هو في نص الملعب المهاجم، يعني البوزيشن ده شفت الكم اللي انا اتكلمت عليه، فمش هعمل روتيشن لمجرد ان انا هعمل روتيشن، لا هعمل روتيشن برضه عشان ادي بشكل كويس واكسب المباراه وابقى خارج من المباراه راضي. فكل الكلام ده ليه معايير، مش مجرد ان انا عاوز اعمل روتيشن. اذا ما كانش عندي اللاعب اللي يحقق المعايير اللي انا قلت لك عليها مش هقدر احطه، يعني هي دي معايير واللعيبه فاهمها كويس قوي. مش مجرد ان انا هعمل روتيشن يبقى في لاعب هيفتكر ان الدور هيجي عليه، لا مش هيجي عليك الدور الا بالمعايير اللي انا بقولها دي، والمعايير هي مش هتاثر على الفرقه، واذا حسيت ان انت بعيد عن الفرقه مش هستخدمك في روتيشن خالص، يعني عشان تبقى واضحه. لكن اي حاجه خاصه باي لاعب معلش لو سمحت لي انا بحتفظ بيها لنفسي. يعني اخر سؤال يا جماعه، الله يبارك فيك. طبعا النادي الاهلي بقاله فتره ما شاء الله يعني كسب حتى المنافسين دي الاسماعيلي والمصري حتى على الصداره، والاهلي فاضل له مباريات مؤجله وفرق بشكل كبير جدا عن حتى المنافسين. مش بشكل كبير جدا ولا حاجه، يعني مش عاوزين نقول بشكل كبير يعني بس لسه مش بشكل كبير. لسه سؤالين تاني بس هسالهم في حته الضغط العالي النهارده النادي الاهلي في الدوري دي شويه قدام شويه، النادي الاهلي حتى بيلعبوا تحتيه الهجمه وده اللي انا حكيت لك اياه. والناس برضه بتقول لك بقى حته تحسين السيد وباسم علي مشوا قبل المباراه. الناس دي بره القايمه. ايه مش قبل المباراه؟ يعني انا شايفك انت بتقول حاجه غريبه، يعني مش في موضوعنا خالص، يعني الناس دي مش موجوده معايا. فاللي انا عاوز اقول بالنسبه لحته الضغط العالي، يعني طبعا ايهاب مدرب مميز جدا يعني وبيحب يلعب كره هجوميه، وان كان انا برضه ما كان ماسك المقص السنه اللي فاتت قلت، وممكن السنه كنت ببعت رساله للفرقه الثانيه يعني حتى لنفسي وبحاول ابعت لانه كان بينافس السنه اللي فاتت، فقلت يا جماعه فرقه المقاصه ما بتعمل عليها ضغط عالي يعني بتقل كتير بشكل كتير جدا، والرساله دي كنت بقولها في المؤتمرات عشان اقول للفرقه الثانيه يعني اضغطوا من قدام اما تلعبوا المقاصه، لانها كانت بتنافس قريبه مننا. وايهاب مدرب مميز طبعا، ايهاب فعلا من المدربين المميزين ويحب يلعب كره هجوميه،
فكنت متوقع. وما شفت السكور شيت بالذات يعني احنا كده كده كنا هنعمل ضغط، قلت لك احنا يعني متكلمين عليه من يومين، لكن لما شفت السكور شيت انا عارف ان هو هيلعب، حاول يلعب 3 4 3 وحاول طبعا يخفف الضغط عليه ان هو يعمل العمق الهجومي بكثافه عدديه ويحضر من تحته عن طريق الثلاثه دول، يبقى فيه عمق هجومي، فبالتالي انا عملت عليه ضغط من قدام عشان احرمه من الكلام دوت، يعني يبقى فيه صعوبه وحرمته ان هو يحضره. وفي نفس الوقت كان فيه تعامل مع الناس اللي بتعمل العمق الهجومي، وشفنا الشوط الاولاني بقول لك يعني كنا ممكن يعني الفرص اللي ضاعت دي كان ممكن نحسم المباراه بشكل مبكر يعني. شكرا، اشكركم.